معنا محمد من السنغال عاد إلينا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا حياكم الله أخ محمد، تفضل. حياكم الله. أريد الدعاء من الشيخ، إن شاء الله. وفقكم الله وحفظكم وسددكم. وعندنا سؤال، نسأل الله أن يطول في عمري وأن يحفظه وأن يبارك فيه. آمين. السؤال، هناك مسألة فقهية تفضل أشكل دائما تشكل علينا، وهي نريد أن نعرف حكمها وهي في الصلاة. حكم نريد أن نعرف حكم من يبدل بعض الحروف الفاتحة، كمن يبدل القاف غينا إلى آخر ذلك، هل تصح الصلاة خلفه؟ خاصة أن محمد مولود الكفاف كما يعلم الشيخ ذكر عند قوله راعي حروف أمه الصلاة وحركاتها مع الشذات، فإن إتقان جميع هاتي مشترط في صحة الصلاة. نعم، ذكر شرط صحة الصلاة أن تكون الفاتحة صحيحة وخالية من اللحن. طيب، وهذا يعني هذا الأمر نعرف حكم هذا الأمر يحصل في الفاتحة أم في غيرها؟ الفاتحة هو الأساس أن يسأل عن الفاتحة. نريد الإمام حكم الإمام، حكم الصلاة، حكم الصلاة، الصلاة خلف الإمام الحال في الفاتحة. إيه نعم، جزاك الله خيرا أخي محمد من السنغال، تفضلوا شيخنا. بالنسبة للحن ليس درجة واحدة، فاللحن ينقسم إلى قسمين، إلى لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي هو الذي يعرفه أهل الاختصاص ومن سواهم، واللحن الخفي هو الذي لا يعرفه إلا أهل الاختصاص. فاللحن الخفي متجاوز عنه، مثل التقصير في إخراج الحروف من مخارجها أو الإتيان بصفاتها الأصلية أو العارضة كما هي، فهذا لأهل الاختصاص وليس كل أحد يحسن ذلك. فهذا النوع من اللحن لا ضرر فيه على الصلاة. القسم الثاني اللحن الجلي، واللحن الجلي ينقسم إلى قسمين، لحن مفسد للمعنى ولحن غير مفسد للمعنى. فاللحن المغير للمعنى تبطل الصلاة به، فالإمام إذا قرأ أنعمت عليهم مثلا بضم التاء، أو أنعمت عليهم بكسر التاء أو نحو ذلك، فهذا مفسد للمعنى، فلذلك تبطل الصلاة به، غيرها يعني. نعم، غير إعرابها. نعم. فأما إذا كان اللحن لا يغير المعنى، مثل الضاد والطاء في الضالين، الضاد والضاء. نعم. فالحافظ ابن كثير ذكر في تفسيره في تفسير الفاتحة أن من عجز عن النطق بالضاد الفصيحة فإنه ينطقها ضاء ولا حرج عليه في ذلك. فلذلك هو ذكر أيضا ما يكثر من إبدال القاف غينا والغين قافا، المقضوب هو غير المقضوب ونحو ذلك. فهذا النوع من اللحن لا يبطل الصلاة. نعم. فتصح الصلاة به، لكن لا يرتب صاحبه إماما، يكره أن يرتب اللاحن في الفاتحة إماما. ولكن إذا صلى صلاته صحيح. جميل. نعم.